خبر الزائف هو معلومات تم تحريرها وكأنها تشبه الخبر، وقد تكون أيضا مصاغة في بشكل خبر بقوالبه التحريرات المعروفة، ولكنه عوض أن يكون يحمل الصدق ويحمل محتوى طبعا كاذبا أو محتوى يضخم الحقيقة بما يعني بما يجعلها يعني تعدي أو تتعدى إلى أمور غير حقيقية تماما. تعريف الخبر الزائف بشكل مبسط هو أن ننقل الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الصحافة ويكون خبرا غير صحيح، غير موضوعي، وفي نهاية المطاف أيضا غير محايد. بالنسبة للصحفي الأمور معروفة بالنسبة للتحقق من الخبر الحقيقي أو من الخبر الزائف. الصحفي ينتقل إلى الميدان ويعاين ميدانيا صحة الخبر، ثم بعد ذلك له أن ينشره أو يبثه. ولكن بالنسبة طبعا إذا في إطار احترام الأخلاقيات، وطبعا هذا يعود أيضا إلى ضمير الصحفي، ولكن في بعض يعني بالنسبة للمستخدم العادي قد لا يكون على علم بهذه الأمور، وطبعا قد ينشر الخبر زائفا، قد ينشر الخبر الزائف يعني بشكل عفوي، يعني هو يعيد المشاركة فقط لأنه يعتبر أن الخبر صحيح في النهاية، يعني يكون ساذج يعني كما يقال بالجزائري على نيته، ينشره على نيته. وقد يكون طبعا رغبة في جلب يعني كل ما هو إغراءات أو كل ما هو يعني إضافات على الفيسبوك من جام ومن تعليقات إلى آخره، فهو يبحث عن ذلك الخبر الغريب أو ينشر كل ما هو غريب. والحقيقة أنه حتى على مستوى الإعلام القيمة الخبرية للخبر التي هي الغرابة جعلت الصحفيين يذهبون إلى الأخبار طبعا الغريبة، ربما أيضا الأخبار السيئة، وهناك عبارة أخرى حتى عنوان الكتاب تقول bad news good news، الأخبار السيئة هي دائما أخبار جيدة لأنها تنشر وطبعا تثير الرأي العام وتثير الناس والجمهور إلى آخره. ولكن طبعا هذا النوع من التحري الغرابة والبحث والذهاب دائما السعي وراء الغرابة جعل بعض الصحفيين ينقلون الأخبار مباشرة، يعني حينما يجد أن الخبر فيه زخم وفيه يمكن أن يثير جدلا إلى آخره فينشره مباشرة، لأنه ربما يعتبر أن هذه الصفحة أو تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بعض المدونات أو بعض المواقع الصحفية أيضا التي قد تنشر أخبارا زائفة أيضا، فيمكن أن ينقلها مباشرة دون تحر طبعا، وهذا يتنافى مع الأخلاقيات. في بعض الأحيان تأتيك فيديوهات طبعا مفبركة تماما وتستخدم تقنيات المونتاج والتوليف إلى غير ذلك لجعلها تعبر عن معنى يريده صاحب الفيديو في حد ذاته، وطبعا هو الغرض منه ليس فقط التوقف عند مسألة أو عند فقط نشر الخبر، وإنما يمكن جدا يكون لأغراض دعائية وإيديولوجية وتوجيهية للرأي العام، وهذا ما لا نريده، لأن الرأي العام المفروض أن يكون مزودا بأخبار صادقة وأخبار موضوعية، وأن يكون للمواطن حقه في الإعلام. في هذا السياق يمكن لنا أن يكون هناك رأي عام مستنير، وحينما يكون هناك رأي عام مستنير يمكن أن يشكل رقابة شعبية، وحينما يشكل تلك الرقابة الشعبية تكون على أسس واضحة وموضوعية، وبالتالي يمكن للشعب ولوسائل الإعلام التي من المفروض طبعا أن تنقل صوته إلى آخره أن يقوم بدورهما، أن يكون الشعب لما لا سلطة خامسة فيما كانت طبعا وسائل الإعلام سلطة رابعة.